تعالي هيدي فرصة انه بعيد جنبك مين؟ صباح الخير. أنا مجد العلواني، المدير العام لشركة سينس للاستشارات. الحمد لله بفضل الله شركة سينس أخذت دراسة مسارات هجرة الطيور لموسم الربيع 2020 في الثلاث مشاريع، المشروع الأسباني ومشروع الجايكا الياباني والمشروع الألماني KFW من الهيئة، من هيئة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وزارة الكهرباء المصرية، وده بفضل مجهود الباحثين. والحمد لله إن شاء الله يا ربنا يجعله موسم خير علينا. أهلا وسهلا حضرتك فين؟ أهلا وسهلا يا فندم. تمام الحمد لله يا فندم. هو انت قاعد مع سالي؟